وضعت الحكومة العراقية أولوياتها بشأن إعادة النازحين، إعادة الاستقرار إلى المدينة، وكذلك في إعادة إعمارها طبعا بالتعاون مع المجتمع الدولي. ولذلك شدد السيد رئيس الوزراء دكتور حيدر العبادي على ذلك الموضوع كثيرا. أيضا هناك دعوات تتعلق بالعدالة الانتقالية ربما، أو الإجراءات القضائية القانونية للتعامل مع المقاتلين، وهناك عدد كبير من المقاتلين على ما يبدو تم أسرهم من تنظيم داعش. كيف ترد على هذه التقارير من منظمات حقوقية دولية ومن جهات عدة؟ هناك لجنة مشكلة لهذا الغرض للتعامل مع هذه القضايا. طبعا كل من ارتكب جريمة بحق العراقيين سيحال إلى القضاء، هذا شيء مفروغ منه.